الفولتيه اللي راح تظهر على طرفي الثيرستر بيكون اوبن سيركت. فمن تجي احط الفولتميتر على طرفي راح احط فولتيه اللي هي مشابهه للجزء المكمل من فولتيه اللود. سيقول لي استاذ هذا المثال شنو؟ هذا المثال اذا كانت الباي العفو الفارنج ما بين 0 وباي اوفر 2. زين قد تجيك مثال، قد يجيك سؤال الزاويه اكبر من باي اوفر 2، فمجرد يكون شنو؟ يكون الفايرنج انجل بهالنقطه مثل ما الحاله رقم 3 بالسلايدات اللي شرحناها سابقا. هذا هوم ورك. نجي لمن؟ الحاله الثانيه. الحاله الثانيه شو يقول؟ يقول اوكي احنا هسه اخذنا ريزيستيف لود. شنو الفرق اذا كان عندي الحمل مو بيور ريزيستيف، مو مجرد مقاومه؟ الحمل عندي عبارة عن محث ومقاومة، وهو الحالة الأشع عمليا. قل له أوكي ما كفر. الفرق اللي راح يصير عندنا شنو؟ إن الخصائص مال المحث تظهر لها تأثير. شنو معناها؟ إحنا نعرف المحث هو عبارة عن شنو؟ عن واير مربوط على شكل لفات، فهو كويل، والتيار من يمر بخلال هذا الكويل راح شي يولد مجال. كل تيار يمر في اي موصل شي يولد حوله مجال مغناطيسي، وهي قاعدة اليد اليمنى. زين هذا المجال المغناطيسي شدته تتناسب شنو؟ مع شدة التيار المار، وهذا قوانين ماكسويل ماخذيها انتم بالمجالات. ف التيار من يشتغل الثايرستر ويمر باللود راح يستغرق جزء من عنده شنو؟ ينشحن. هذا اللود اللي هو الاندكتر عندما الثايرستر يكون ريفيرس بايسنج، عندما يكون ينطفي، المقاومة رأسا شنو؟ تستهلك الطاقة، بينما الاندكتر راح يستهلك وقت حتى يبدد المجال المغناطيسي المخزون داخله. هذا التأثير راح يظهر عندنا. إذا عندنا فولتج سورس، عندنا ثيرستر دي تي، أطراف أي اللي هي أنود، كي اللي هي كاثود، جي اللي هي جيت، عندنا التيار قاعد يمر باللود اللي هو أي نود أي أوتبوت، وفي اوتبوت هي فولتية على طرفي اللود. زين وعد اللود اللي هو ار وال، فايضا صفر بدت الموج عند هاي النقطة. اكو عندي بوزيتيف بولاريتي، نعم عندي بوزيتيف بولاريتي على الانود ونيجاتيف بولاريتي على الكاثود، يعني الثيرستر فورورد بايسنج. زين ما طول الثيرستر فورورد بايسنج، اشتغل الثيرستر ولا ما اشتغل؟ نقول لك لا ما يشتغل الى حين انا نسلط شنو؟ فايرنج انجل اللي هي الالفا، سلطناها بهالنقطه. من سلطناها بهالنقطه زين اشتغل الثيرستر، فاقتطع هذا الجزء. ليش؟ لان الثيرستر كان هنا شنو؟ اوبن سيركت، ولذلك ظهرت الفولتيه هاي وين؟ على موجه الثيرستر. ظهرت جزء المفترض من وصل الباي طفى الثيرستر. نعم هو طفى الثيرستر، صار ريفيرس بايسنج وطفى الثيرستر، لكن انا ما زلت رابط الفولتميتر على طرفي منه؟ طرفي اللود اللي هو الاندكتر والريزستر. الاندكتر اكو بداخله مجال مغناطيسي؟ نعم. هذا المجال المغناطيسي راح يتبدد ويحتاج وقت. الوقت اللي يحتاجه حتى يبدد هذا المجال المغناطيسي بتيار معاكس راح يظهر هذا الجزء من الموجه، راح تظهر هذا الجزء من الموجه وين؟ بفولتيه الاوتبوت. فلذلك يظهر عندي هذا الجزء بالفورورد، وبالريفيرس بايسنج راح يظهر عندي هذا الجزء اللي هو شنو؟ نتيجه تبدد المجال المغناطيسي الذي كان مخزون في الاندكتر. وكذلك الحاله بالنسبه للموجات اللي تليها. هسه هنا الموجه مو كامله مقتطعيه، لان الرسم يعني حتى يكون اقتطع حتى يكفي السلايد، فتركز على هالجزء. نجي هذا المن لموجه الاوتبوت بالنسبه للوولتيه. نجي لموجه التيار. اذا تذكرون بالاي سي
بالكهربائية مع صف أول، الفولتية في المحف تتقدم بزاوية 90 على اليمن على التيار، لكن أنا ما عندي هنا أنا إندكتيف خالي، عندي إندكتيف ريزيستيف، عندي زاوية مو 90 زاوية، فظهرت موجة التيار بشكل يختلف عن موجة الفولتية، وكان الزمن اللي تظهر به هي من لحظة ألفا إلى المن إلى باي إلى بيت العفو. هاي شوفون شكلها، هاي شكلها، فهي بدأ ليش تقول ليش ما ظهرت هيجي؟ لأن هذا الزمن استغرق وين؟ استغرق في خزن التيار داخل العفو المجال المغناطيسي داخل الاندكتر، وصل هنا المفترض الثيرستر انطفئ، المفترض الفولتية رأسا تصير صفر، لكن لكون محث لكون أكو بي مجال مغناطيسي فراح يظهر جزء التيار هذا اللي هو راح يبدي يتلاشى بي ويصل إلى هذه المنطقة. فالزاوية من لحظة الصفر إلى تبدد التيار وتصبح الفولتية مرة أخرى صفر على اللود اللي هو إندكتيف ريزيستيف، هذه يسموها بيتا. ستشوف بالسلايد الثاني شلون نحسبها القيمة. والألفا اللي هي شنو؟ الزاوية اللي عدها احنا نسوي تريجرينج للثيرستر. هذا مجرد سلايد آخر شرح يعني مفصل، أيضا نكرر سيد جواتي أستاذ أنا أحفظ هاي الموجات، أنت ما تحفظ إياهن بدقيقة، لأن يعني السؤال راح يجيك يعتمد على قيمة الألفا وقيمة البيتا، فشكل الموجة الناتجة يختلف. أنت افتهم مبدأ العمل، شوف هاي الموجات شلون رسمت، لكن ما راح يجيك السؤال ترسم الموجة نفسها الموجودة بالسلايد. السؤال يجيك تستخدم القيم المعطاة لك بالألفا والبيتا وترسم موجات مشابهة، ترسم فولتية أوتبوت، ترسم فولتية تيار أوتبوت، وترسم فولتية الثيرستر. زين شاهدونا القيمة، ستقول لي شلون هاي القيمة حسبها هاي النقطة؟ سويها في ام ساين الفا، شوفوها هذا امبليتيود على هاي النقطة، هذا المسافة من هنا لهنا شنو هي؟ هي الفا. المسافة من هنا لهنا اللي هي بيتا، ستقول لي شنو هاي الجاما؟ هنا نفصلها، قايل شنو؟ البيتا من هالنقطة إلى الصفر، وهاي عندي الفا، فالفرق بيناتهم شنو؟ فرق بيناتهم اسمه جاما. فالتسمية، شوفون هاي الامبليتيود ظهرت عندي شنو؟ شنو هاي الامبليتيود؟ هاي النقطة، ها شوفوا شكل الموجة، شكل الموجة بالنسبة للثيرستر. الموجة كانت تظهر كلها بالجزء السالب، بينما هنا بالموجة شنو؟ اقتطعت. يعني بمعنى آخر، حتى تكون سهل عليه، إذا تجيب فولتية الثيرستر هاي الموجة وتصعدها وتطابقها مع فولتية الأوتبوت يظهر لك الانبوت. شوف هاي الفولتية جت طلعت، هذا الجزء اللي هنا اقتطع، فلازم هذا الجزء المكمل مالته يظهر على الثيرستر، وهذا الجزء المكمل منا لهنا يظهر على الثيرستر، وكذلك هنا. شوفوا شلون نحسب البيتا؟ البيتا اللي هي tan inverse xl over r، xl اللي هي 2 pi fl، f اللي هي frequency، l اللي هي قيمة الاندكتر، z اللي هي الامبيدنس اللي هي يساوي xl square plus r square تحت الجذر، الVDC هاي معادلتها اللي هي Vm over 2 pi cosine alpha minus cosine beta. سيقول الأستاذ أنا هاي مطلوب الاشتقاق، أكرر اشتقاقات هاي المعادلات ما مطلوب، هاي تفضل فقط المعادلات. هذا شنو هو الحالة؟ نعيدها single phase half wave rectifier، لكن شنو اللود؟ RL. هذا الويف فورم، هاي المعادلات مع الـ RL، مع شنو؟ Resistive Inductive Load. الـ VDM اللي هي الماكسيموم، الـ IDC هي مجرد الـ VDC over Z مو R، Z. ليش؟ لأن عندي X، عندي Inductor وعندي Resistor مربوطات على التوالي. الماكسيموم مالتها اللي هي شو وقت تصير ماكسيموم؟ شو وقت تصير ماكسيموم؟ يمن شنو؟ يمن الفا شنو؟ شو وقت تصير في دي سي ماكسيموم؟ يمن الالفا شو تكون قيمتها؟ شو وقت اعظم
فولتية تجهز بالركتيفيكيشن. تذكرون السلايد اللي فيه حالات الثلاثة اللي هو ألفا صفر صفر وألفا ما بين الصفر والباي أوفر 2 وألفا ما بين الباي أوفر 2 والباي؟ شفنا أكثر جزء من الموجة يظهر على الأوتبوت عندما تكون قيمة الألفا شنو؟ صفر. فلذلك الـ VD Maximum عندما قيمة الألفا صفر فكوسان الألفا كوسان صفر واحد، فصير واحد ماينص البيتا. والـ ID Maximum يعني الـ IDC Maximum يساوي الـ VD Maximum over Z. الـ Normalized Voltage اللي هو الـ VDC العادية على الـ VD Maximum. الـ RMS Value هاي معادلتها، والـ IRMS اللي هي الـ VRMS over Z، والـ VN يسموها Normalized Voltage، هاي الـ VN يسموها Normalized Voltage. هذا homework. نجي إلى الـ Single Phase Half-Wave Rectifier RO. أكو يخلونه يا يعني بجزء العملي يخلون يسموه ما يسموه بالفريولينج دايود، حتى أسهلها أنا كل سنة هذه المعادلات مالتها أدخلها وأحسبها، بس هاي السنة حذفت هذا الجزء بالنسبة للمعادلات، بقيتها فقط شنو لغرض الاطلاع. زين، فالفائدة من استخدام الفريولينج دايود، هذا الدايود الذي يربط على طرفي لود، إن الانبوت باور فاكتور راح شنو الباور فاكتور امبروفد، واللود بيرفورمانس يكون بيتر، والانرجي ستورد ان ار زين ترانسفير تو ار ديورينج ذا فرولينج بيريود، يعني الطاقه التي خزنت زين بالار ما راح تبدد، راح تنقل المن للار ما يصير بها باك فاير، والاوفر اول افشنسي امبروفد. فهاي تحفظوهن ذني تركزون عليهن شنو فائده استخدام الفرولينج دايود بالار ال سنجل فيس هاف ويف ريكتيفاير ار ال لود. ليش نستخدم، يجيك سؤال ليش نستخدم الفرولينج دايود؟ الاجابه ذني، الاجابه ذني. هاي الموجه مثل ما قلت لكم انا كل سنه الحسابات مالتها والمعادلات مالتها اخذ يعني ادخلها بنظم الحسبان، بس هالسنه حذفتها حتى اسهل، بس لغرض الاطلاع شلون شكل الموجه شلون يختلف. فشكل موجة الفولتية شوفوا كأنما ريزيستيف لود، يعني اقتطعنا هذا الجزء من البيت بالفرولينج دايود. ليش؟ لأن احنا راح يكون هذا الثيرستر عندنا اوف ويصير اوبن، هذا الدايود شبي وراح تنقلب هنا كل اندكتر بي فولتية راح يبدي يفرغ، وين يفرغ؟ بي الدايود، والدايود شو يكون؟ يكون ديش الساعة فورورد بايسنج، ويكون شورت سيركت. فما يكون شورت سيركت على طرفي اللود الفولتية شو تكون؟ تكون صفر. فحصلنا اوتبوت فولتج كانما شنو؟ ريزيستيف. يعني احنا بالعملي عمليا على ارض الواقع ما عندنا حمل بيور ريزيستيف، ماكو هذا الشيء. يعني ابسط شيء من تجيب لك مصباح، وشن هو عبارة عن واير مربوط على شكل لفة فوق كويل، فحتى تحصل ريزيستيف لود بيور تربط فلورنج دايود. فشوف شكل الموجة شلون ظهرت. بالنسبة لموجة التيار، موجة التيار كليا تختلف عن حالة الريزيستيف وعن حالة الريزيستيف اندكتيف. شوف شلون موجة التيار ظهرت شكلها زين، وهذه هنا الموجات اللي تظهر على الدايود بالنسبة للفرولينج، وهذه موجة الثيرستر. هذا جزء فقط مثل ما قلت لكم للاطلاع تفهمون المعنى من عنده وتفهمون الفائدة من استخدام الفرولينج دايود. أي سؤال حول المحاضرة أنا أكون أكثر من سعيد بإجابة استفساراتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله مخصص للمناقشة. خلال هذا الأسبوع أي واحد منكم يقرأ المحاضرة أو يطلع الفيديوهات يكون عنده أي تساؤل لا يتردد بأن يرسل لي إيميل أو تواصل عن طريق الجوجل كلاسروم. تمنياتي لكم بالموفقية والسلامة، دمتم في رعاية الله.